لا شيء هنا بلا فائدة، فالمساء يستفيدون من كل ما حولهم بخفة لم تلتقطها حتى الكاميرا. أخذ أحد رجال المساي الجزء السفلي من جلد بطن الخروف وذهب بها إلى مكان هادئ جداً. اليحيى كعادته لم يتركه بسلام. ولأن قبيلة المساي يعيشون على الطبيعة ومتآلفين مع الطبيعة ومتصالحين مع أنفسهم، عندهم هذا السكين الطويلة أو السيف، هذه ضرورة من ضرورات المقاتلين، وهي حادة جدا من الجهتين الشفرتين، يدافعون بها عن أنفسهم ضد الوحوش الضارية ويستخدمونها في أغراضهم اليومية. لكن هذا الغمد أو الجراب يصنع من جلد الماعز، فلذلك الخروف اللي ذبحناه اليوم في نفس اللحظة أخذوا الجلد من بطنه، من أسفل البطن للخروف، وبسرعة عجيبة بدأ الرجل وضع هذا العود على الأرض وأدخل العود، رأس العود الحاد، ثم يبدأ يسقيه، يرطبه ويخيط بالخيط، وفي داخله خشب، يعني قبل ما يلف عليه الجلد كما ترون، ننظروا هذا الجلد، جلد الخروف اللي اليوم بدون دبغ، يعني بدون ما يدبغ الجلد لأيام ويوضع في الملح على طول، بس إنه من منطقة البطن، أسفل البطن عند السرة. انظروا إلى هذا العمل الممتاز اللي يتماشى مع البيئة، وهذا